وش هي خطتك المستقبلية يا عامر؟ أكون أسرة وأصير عنصر فعال في المجتمع وارحم أمه. عامر ما يعتمد عليه. ابلش شو؟ أبشر شباب نبغى نخش ترند في السناب. يس طول الدهر صالح كذا حجز وسافر طول العمر طول الدهر صالح كذا حجز وسافر. شباب البومب 9 الجمعة والسبت الساعة 2:30 ظهرا حصريا على خليجية.